صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ناس جميلة. على فكرة جميلة، الكارت ده فيه كل حاجة عند كلية القاعة اللي فيها التمثال. الكارت ده هيبقى مسؤوليتك أنت لوحدك يا جميلة. يا رب يا فندم أطلع عند حسن ظنك. والجواب ده كمان برضه جميلة. في دخولك المبنى ده سر جدا. أكيد يا فندم. الزحمة اللي هناك دي. انت مش شايفاني بشرح ليهم يعني كده ولا يتوهوا مني الناس؟ ينفع حضرتك كده؟ هما جنسيتهم ايه؟ ها؟ لا هما لا ما لهمش جنسيه. نعم؟ قصدي هما يعني هما في جزيره غرقت في المحيط، فاحنا جبنا شويه منهم عشان يتفرجوا على زميلهم اللي غرقوا عندنا. طب ده الكارت بتاعي، لو احتجت اي حاجه تحت امرك. متشكر. ايه ده؟ انتي جميله؟ انتي جميله؟ انتي حضرتك جميله؟ انتي جميله خالص. عن اذنك اتفضلي حضرتك اتفضلي. انا يعني انت عايز تفهمني انك بتحب واحده بقالك 20 سنه وفجاه شفتها اتنين، واحده تظهر لك الصبح والتانيه تظهر لك بالليل، والاتنين اسمهم جميله والاتنين خدوا الجواب؟ غبي. اسمع يا بجم، كل واحد مننا جواه أحلام ورغبات نفسه يحققها. ناس كتير ما بتقدرش تحقق الرغبات والأحلام دي نتيجة أي ظروف. ومن أحلام والرغبات يعملوا إيه؟ يتخزنوا في العقل الباطن، عقلك الباطن اللي صور لك إنها معاك في الشقة. أنا موافقك. طب الكارت اللي اديتهوني جميلة بتاعت الصبح في المتحف، الكارت ده أداة من أدوات اللي بيقنعك بيها العقل الباطن ويسيطر عليك. اطمن يا ابني. أنا بطمن طول ما أنت جنبي يا ساري. أنا حسبت لك بما لا يدع مجال للشك ان كل اللي في دماغك دي تهيؤات مش ثابتها. مش عارف انا متوتر ومرتبك. انا مش عايزك تتوتر ولا ترتبك، انا عايزك تاخد نفس عميق جوه صدرك. حاضر. تحتفظ بيه جوه، ما تطلعوش، اكتمه خالص. حاضر. سيبه على كده. قاعدين لغايه لما تنزل وتمشي ونمشي وراها. وحشتني. مش قلت لك تهيؤات؟ هات لي يا ابني دوب لنا بالم، الموضوع كبير. انت مالك ملزق شعرك كده ومذهول ومش على طبيعتك، ايه السبب؟ ها؟ لا مفيش. بقول لك يا جميله، هو انت تعرفيني من امتى؟ مش فاهم. لا يعني انت خلاص كده عرفتيني، ها؟ عرفتيني. بس انت غريب قوي النهارده، تحب نرقص؟ لا نرقص ايه؟ لا نرقص، لا ما اعرفش اعمل زوم. ايه؟ جميله اني لوك الحلو. لا رقصتها. يلا 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 هدينا
واحد اصلا لو سمحت. ايه اللوك الجامد اللي انت عامله ده؟ والله ده لوك كويس جامد اخر حاجه. عايزين متشكر. درينكا كمان. متشكر متشكر جدا. شكرا. ايه ده؟ مساء الخير. ايه ده؟ مساء النور. انت ايه اللي عملت كده يا خيالي؟ الخمره. الخمره؟ وبتقولها كده سهله؟ طب وازاي الخمره دي تجيلك في المكان المفضل اللي هما بيقولوا عليه؟ الراجل الطيب الامير ده. يعني انت عشان خاطر بتعالجني تقوم عامل في نفسك كده ومبهدل نفسك البهدله دي كلها؟ ده انا اللي محتاج اتعالج. ها؟ انت تتعالج ازاي؟ الله، مش انت دكتور؟ هو في دكتور بيعيا؟ انا عندي مشكله كبيره اللي هو انت، بس ما تقلقش. مش عارف عملت كده ازاي. بعدين في حاجات غريبة قوي بتحصل لي. ناس تعرفني وانا ما اعرفهمش. وناس بتقول لي ان انا عملتهم وانا ما عملتهمش. كنت جاي تعمل ايه في الثلاجة يا ديدي؟ كنت جاي تعمل ايه في الثلاجة يا ديدي؟ يا سعيد! حاجة غريبة. هو انا كنت بعمل ايه في الثلاجة؟ ما تيجي بقى يلا يا ستي، انت بتجيبي ايه من التلاجة؟